بسم الله الرحمن الرحيم. بشكركم جدا طبعا على كل ردود الافعال على حلقه امبارح. وكالعاده جمهور الاهلي دايما واقف في ظهر قناته وواقف في ظهر ناسه، فانا بشكركم جدا 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 على حلقه امبارح. النهارده هنكمل حلقاتنا بقى في البيت الكبير ان شاء الله، هكون دايما معاكم من الاحد للاربع في الساعه 10 مساء، في ميعاد يوم الاثنين هيبقى الساعه 11. النهارده هيكون معايا كابتن سيد حمدي، هنتكلم عن ذكرياته في مباريات الاهلي والترجي، لانها ذكريات مهمه جدا جدا جدا. العشوائي مع الشاطر هو اسم الهاشتاج بتاعنا. بعتوا كل اسئله حضراتكم، هستناكم وهاخد كل الاسئله كالعاده زي ما حضراتكم عارفين على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك انستغرام او تويتر. هستناكم وبشكركم، وان شاء الله ساعه واكون معاكم على الهواء.